بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام وارحب بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم بالقلم الاحمر والتي نواصل بها سلسله الحلقات التي تقف على قضيه او موضوع ما يسمى بجمعه الكرامه والجريمه البشعه الفتنويه التي تم كام التي تمت في 18 مارس 2011 والتي بناء عليها تشكل منعطف هام قاد البلاد الى فتيل زمات الى فتيل ازمات الى تأزم كبير حلقتين ماضيتين تحدثنا فيهم على جمعة الكرامة وأحببت أن أتحدث فيها كقارئ سياسي وكشاهد عيان ووضعت بعض الملاحظات اللي ربما تكون هي لأول مرة تذكر بعينيتها يعني بطبيعتها فنواصل اليوم الحلقة في الحلقة في الحلقة الماضيتين تحدثنا فيها عن جمعة الكرامة تحدثنا عن مؤشرات تورط الإخوان عن قرائن وعن ادله وعن علامات استفهام كبيره جدا لا لا يخضع لها الـ الـ السؤال العام موضوع منذ منذ القناصين يعني تحدثنا فيها عن منذ الاعداد حضور الجزيره المسبق لقبل الجريمه باربع كاميرات واستعدادهم داخل المستشفى الميداني تحدثنا ايضا عن خطبه الجمعه ومنذ تحدثنا كيفيه التعامل مع القناصين هؤلاء القناصين في هذه الصورتين هذه الصوره من هم؟ ولماذا لا تعتمد هذه الصور في اعلام الاصلاح؟ هل هؤلاء صور خاصه بقوات خاصه وحرس خاص للزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله على سبيل المثال يعني لان هذا خطاب يعتمدوه يعتمدوه رسميا في قنواتهم دون اي حياء وكان الثمان سنين لم لم تسقط من حزبهم ومن قادتهم كل اوراق التوت وكل اوراق الحياة أه أيضا ناقشنا عملية مسرحية الدفن في الحلقة الماضية كيف تمت مسرحية الدفن ناقشنا كل المؤشرات التي تؤكد تورط الأخوان المسلمين في هذه الجريمة باعتبارها حركة أو برميل دم ضمن مكونات الربيع أو الثورات الملونة وتمهيد أساسي لواحد وعشرين مارس والانشقاق وأحد أهم مسوغات انقسام النظام وعصب الاخوان والمشروع الامريكي الصهيوني في المنطقه العربيه باسم الثورات او الزيف او الربيع الاسود. تحدثنا ايضا بعد ان تم الدفن تحدثنا كيف تعاملت قاده الاصلاح والفرقه مع عمليه اخذ القناصين الاعتقالهم وكيف تمت اغواء الشباب واغواء الراي العام يعني كيف تم نشر الاشاعات في حينها بعد الدفن وبعد انشقاق علي محسن وبعد كل العويل وبعد لهببة وشحن الخطاب الاعلامي ايضا تحدثنا عن كثير الوعود الكاذبه التي حاول فيها القيادات الاخوانيه في الساحة. اغواء الأطلع. الشباب بصوره مستمره كان هناك علامه استفهام اين القناصين اين القتله لماذا لا يظهروا على الشاشات؟ لماذا لا يتم محاكمتهم؟ لماذا يتم القصص بهم؟ وكان على الدوام وبصوره واضحه قياده الاخوان قياده الفرقه تؤكد وتبث الاراجيف والاشاعات في الساحه وفي وسائل الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك وفي الواتس وفي كلها بانه تحقيق تسريب معلومات خطيره عن التحقيقات التي تمت في الفرقه بين مع مجرمين وقناصي جمعه الكرامه وانهم تحدثوا واعترفوا بارتباط الرئيس السابق ونقله بتنفيذ العمليه وتنفيذ وكان هناك نوع من التهيئه وبأن قناه سهيل ستبث المقابله قريبا وانه يتم وصولا عندما سالت احدهم قال لي انه الموضوع يتمنتج انه قد كمل التصوير قد هو يتمنتج الملف سلم سريا من الفرقه الى قناه سهيل وتمت العملية تتراكم وهكذا ينتظر الشباب بيقين بأنهم بأن بأن الزعيم رحمه الله كان مورط في العملية وبين أكاذيبهم وإفكهم إلى أن جاءت وكان استراتيجية الإخوان كذا أن تكذب تكذب إلى أن تقلب الصفحة أن تطوي الصفحة ثم تفتح ملف آخر ليغوي الملف الأول جاءت بعدها ظل 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 الشباب ينتظر حقيقه المقابلات او تسليم او ايضاح النتيجه للناس حتى حدوث ما يسمى محرقه تعز في 28 من مايو من نفس العام ثم بدانا قضيه ثانيه وكانت 28 مايو مثل 18 مارس يعني 18 مارس كان تمهيد ل 21 مارس و 28 مايو محرقه تعز كانت تمهيد ل 3 يونيو وحادثه النهدين حادثه جمع الراس وما يسمى النهدين اذا نحن امام عصابه امام مؤامره امام اكذوبه كبيره اسمها الاخوان المسلمين واسمها الدجل السياسي والمتاجره بمشاعر الناس وبتدينهم اغتصاب العقول الذي يحصل للشعب للراي اليمني استثمار الدم يعني جمعه الكرامه كانت اكثر من برميل تحدثنا ايضا عن ثاني يوم الصباح في يوم 19 مارس عن وصول النائب العام كيف جاء وليد العمري القيادي في الاخوان وكيف طرده رغم ان النائب طالب أن يعاين ان يشاهد جثامين القتلى و... والجرحى في المستشفى الميداني وكنت انا اقتدت الى المستشفى الميداني وهناك تم ايقافه ومنعه من ال... الكل رغم انه قال يجب ان يتم التحقيق ويجب ان يكون هناك طب شرعي يراعي ويشاهد ويرصد يوثق الجريمه يعني جريمه كبيره لابد ان توثق يعني ليست ال... الاتهامات ليست بالكلام يعني لا احد يعرف ثم تم طرده وتهديده امام بالكاميرات مع الجزيره، كل هذا يؤكد بانه هناك من يريد اخفاء وهناك من ي... وهناك آه الاخوان المسلمين هم من قاموا بهذه الجريمه وانا مت... يعني اثق تماما لاني شاهدت ما شاهدت واصل الى هنا. ليس النائب العام من آه تم طرده، القضيه وصلت الى النيابه العامه. وعندما وصلت النيابة العامه كان هناك مؤشرات اخرى على ان الـ على ان, الـ أن الـ ليس النظام ليس علي عبد الله صالح وليس وان العمليه برميل دم مثله مثل كافه المؤامرات التي تمت في الربيع الاسود والتي تمت في قامت بها امريكا في دول شرق اوروبا وفي وسط اسيا كلها عباره عن برميل للدم يضخ لتفجير وتاليب واللي ينشق علي محسن واللي تبدا تخريب اليمن او مشروع تخريب اليمن. بعدها اذا ما وقفنا على ملف النيابه العامه سنجد تلاعب وتشويه. تلاعب وتشويه وصولا الى اقتحام النيابه واتلاف الادله. طبعا خلال يعني يطول الشرح في موضوع النيابه، النيابه هناك استدعت وشاهدت الادله رغم انه الفرقه واعتقلت القناصين واعتقلت مجموعه من مجموعه من الساكنين المكان الذي تم فيها تنفيذ الجريمه ولا سيما السكان الذين ليسوا من الاخوان دون ان يكون لهم اي تهمه اساسيه وتم اعتقالهم لشهور. في النيابه العامه كان هناك شهادات لعدد من الساكنين ويقتلون الحي التي تمت فيه الجريمه حي داير الغربي اكدوا بانه هؤلاء المنفذين جاءوا كذا وكذا طبعا هناك كان في بيت لمحافظ المحويت وهو أحد الموالين للمؤتمر الشعبي العام ولذلك وهم كانوا السكان وضعوا سور وكان هناك نوع من التحدي والترهيب وما إلى ذلك وكان على وكانت هذه العملية وأنه كان لديهم مجموعة من الترهيب والترهيب وكان هذا السلوك على مستقل لكن غطاء عليه تم هناك استدعاء هناك بعض الأشخاص من السكان أكدوا ووضعوا اسماء معينه هي الشخصيات مواليه لعلي محسن بل ومجنده في الفرقه وكانت النيابه هنا وقدمت ادله على تورطهم في العمليه هذا وكانت هناك من يحاول ان يتلاعب بقضيه النيابه وصولا الى ان قامت طبعا كان هناك اغتيال شخصيه محامي كبير يسمى اغتيال العدله اللي تم في 2012 وكانت جريمه تؤكد لانه هذا الرجل كان يمتلك ادله معينه فتم اغتياله وعقبها في ديسمبر او في بدايه ديسمبر 2012 اقتحام عجيب لمسلحين الى مكتب النيابه والمحكمه الجزائيه المتخصصه بامانه العاصمه صنعاء وتم اقتحام هؤلاء المسلحين حوالي 20 مسلح قاموا بالاقتحام في ديسمبر 2012 النيابة وقاموا بسرقة أوراق وحتلاف حيثيات هذا القضية صورة كاملة وهذا أحد المؤشرات الخطيرة هذا كله أعقب اغتيال آه اغتيال عدلة في شوارع آه صنعاء أسماء النيابة الأسماء ورقة النيابة تأكد أن هناك فارين من العدالة أكثر من شخص وفق تحقيقات النيابة العامة تؤكد بأنهم فارين غير موجودين في القائمة التي تم تسليمها من قبل الفرقة لم يتم تسليمهم وبالتالي فارين منهم على سبيل الذكر يعني مثلا وهم اعضاء في في مجندين بالفرقه مثلا بشير النمري مجند الفرقه الاولى ومختار حسين النمري وهو ايضا احد مرافقي المشايخ الذين يتبعون او يوالون علي محسن والعقيد علي احمد محسن الاحول ضابط بالامن الجنائي اتهمته النيابه واتهمته مباشره بناء على شهود بناء على التوثيقات بناء على كذا الى انه مسجل فار من العداله والعديد من الاسماء فار من العداله ويستلم راتبه وما الى ذلك يعني كان هناك نوع من التغطيه كان هناك نوع من اللهو الخفي الذي يلعب بهذه القضيه باسلوب واضح معين ثم جئنا الى هذا التسجيل تسجيل آه التسجيل صوتي حدث تم تسريبه باسلوب ما مع اللواء علي محسن وتسجيل صوتي لاحد مشايخ الجوف الموالين لعلي محسن يتحدث مع الضبري وهو احد مدراء مكتب علي محسن بالفرقه حينها وخاطب علي محسن ويقول له يطالبه كما شاهد هذا الفيديو الاسم الذي موجه في خطاب النيابه العامه يواجه بالافراج عنه ويقول له انه كان مع البلاط وكان مع الامن وانه يشتيه يفرج عنه وكذا وكذا هو ما عملش حاجه وهو يقول له تمام طيب ويقول له خلاص افرجوا عنه السلام عليكم شغلة وقاعد حسن ابكر حسن ابكر ايوه سلام الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف انت يا فندم؟ الله يحفظك امورنا طيبه ولا داعي اشغالك في كل شيء اعتقد الوضع عندك والخبر كل شيء الله يوفقكم واصلوا المعسكر مسيطر عليك كامل تركوه وخلوه وزعوه بثقبوا الثوار يلا سيطروا على كل حال معي طلب واحد اشتيه منك ها آه. واحد بالفجي زقموه غير عندك محبوس في الفرقة وهو من يتهم ابوه اخونا قد مات قبل 10 سنين تمام ان شاء الله اشتيك تطلق اسمه صلاح احمد هادي نافعه طيب. هو انا ما حد كان من... مع الامن مع حفظ ظليل الو ايوه, إيوه معي فواز فواز اي نعم صلاح احمد هادي نافعه اشتيك تطلقوه هو كان من البلاط مع ظليل صلاح احمد صلح. 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 احمد صلاح صلاح احمد صلاح احمد هادي هادي نافعه نافعه تلفونه محبوس عندكم محبوس في الفرجة من الحبس عندكم في الفرجة محبوس لينه محبوس عندكم في الفرجة محبوس يلا انتو يلا حضر اخرجانيني من عاستماع تانسو واصلني افوزني من عاك لعب تقلل تلفونك هم يكلمك حاضر من مين من مين الحسن ابكر معاك يلا عمي حاضر 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 صلى احمد دادي ناس عيتيم ابوه من اخوانه ما قد استشهد بس اي حين حبس هذا حبسوه يا كذا هذيك يوم ال 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 البلطجه وهو مع يوم الجمعه الثانيه وهو مع الحمل مع عصا. يلا كيما نعلم حافظك يلا مع السلامه وهذا الكلام ياتي لانه هناك فعلا العمليه، العمليه تمت لمن نظم الجمعة الكرامه اعتقد بانه بعد الجمعة الكرامه سيتم خلاص وستدفن كما حدث في تونس في تونس تم القاء القبض على قناصين لعمليه الكريمة وتم وكانوا قادمين من السويد وكانوا معاون لديهم جوازات سفر اوروبيه وقامت الاخبار بانهم بالفعل، بل قامت الاخبار بانهم اعترفوا بانهم مدربين من قبل الموساد ولكن بعد ان رحل بن علي تم كل شيء اصبح منسي لانه ذاكره الجماهير تعتمد على قصيره جدا بطبيعتها ليست وليس استخفاف بها بطبيعتها الجماهير دائما تسعى للحياه المشغوله بلقمه العيش بطبيعه التكوين البشري وليست كلهم ناشطين سياسيين او لديهم ذاكره سياسيه على اي قضيه معينه. فلكن بدات العمليه التعامل بين القضيه ثم بدا التخلص لها لانه صممت جمعه الكرامه كبرميل للدم ينفجر ليقضي على النظام بسريعا لم تصمم كجريمه ستبقى وستستمر وستصبح محل جدل، صممت جمعه الكرامه كبرميل دم ولم تصمم لقضيه جنائيه، صممت كقضيه سياسيه او جريمه سياسيه ولم تصمم كقضيه تعود للقضاء او ما الى ذلك وبالتالي بدا الاخوان ونفوذهم بالتخلص من كل شيء والادله مع بقاء اعلامهم الذي يغتصب العقول يتحدث على السفاح لا يمتلك اعلام الاصلاح الا البكاء والدماء والتعويل على اساس مسلمه بانه علي عبد الله و والسفاح هو من قتلهم لا يمتلك اي سؤال منطقي لا يسالك الاعلام لماذا رجل بهذا المكان وفي هذا التوقيت وفي هذه اللحظه وكيف له ان سيقضي على ساحه بهذا الحجم بخلال قناصين يعني بالعقل يعني هناك اشياء كثيره ثم لماذا كل هذا الكذب لماذا لا لماذا لا تجيبون على الاسئله لماذا من اقتحم النيابه العامه واخذ واتلف واتلف يعني كانوا يقومون يقوموا بكل جرائمهم دون حياء ودون ادنى آآ آآ شكل من اشكال الحياء الحياة أو الاحترام العقل الإنساني أو جريمة جمعة الكرامة بحد ذاتها طبيعتها يعني عندما تتحدث عن شخص سيأتي بقناصين بهذا العدد اللي يقاتل او اللي يعتبر ان طلقات العيار الناريه ستقوم بازاحه ساحه وفي لحظه الذروه في صلاه الجمعه وفي اكبر تسع هل من سيقوم بها حاكم ام جهه اخرى ولا زال خطاب الاصلاح ولا زال خطاب القنوات المموله من علي محسن بن حميد حتى اليوم وفي سيما في الذكرى الثامنه هذا الايام يتحدث بمنتهى الاستخفاف بالعقول ومنتهى الاستحمار لوعي الناس يا عزيزي اذا انت تعلم لماذا لماذا تسكت يعني لماذا الشيء الاخر مثلا على سبيل المثال نسينا نقطه جاءت منظمه العفو الدوليه منظمه المؤشرات وقامت بعمل تحقيق وجاءت امينه رئيسه منظمه العفو المعروفه بمنظمه امنستي بوضع تحقيق كامل وقام الاخوان وانا كنت مدعو ل لهذا الشهاده وتم هناك بقدره قادرة على مسح اسمي وكنت اتابع التقرير وكتابته لم اسعى للحضور لاني لا اؤمن بالمنظمات المنظمات الدوليه لها خير ولكن تابعت القضيه وشاهدت التقرير الذي كان فيها الاصلاح مع منظمه العفو الدوليه بإستر هذا التقرير والذي فيه شهود العيان في الواقع يعني الشيء المضحك ان شهود العيان جميعا المذكورين في هذا التقرير عرفوا في التقرير او عرفوا انفسهم بمنظمه او تحت اداره الاصلاح طبعا، الاصلاح يمتلك القدره والنفوذ والضوء الاخضر في التعامل مع المنظمات الدوليه اكثر تماما يعني من المؤتمر واكثر تماما الحوثيين يمتلكون القدره هذه وهم رعاه ولديهم البريتش كانسل ولديهم منظمات ترعاه. فعندما تجد انت التقرير تجد انه الشهود العيال الشباب من هم؟ يعني فلان الفلان خالد فلان مصوري قناه سهيل وقيادات في الاتحاد الطلاب الخاص بالاصلاح لم ارى ولم اسمع ثم لا يعرف بانه مصور مع سهيل لا يصور انه اعلامي مع سهيل هل هذه الصدفه ان تجمع في هذا التقرير كل الشهود من مصور من اعلامي فريق سهيل ثم ياتوا بشهادات معينه ولماذا ما دام كان تعرضت للجريمه لماذا تقوم بعمليه استدعاء الشهود من حزبك اذا كنت فعلا ترى بانه امامك جريمه كان بها سفاح او عدوك او خصمك في النظام السياسي لماذا لديك كل الحرص على ان يكون ناصرك والموالية لك ومن قنواتك فقط هي من تتحدث اسئله كثيره وضعتها الحلقة الثلاثه لعقولكم لانه البلاد تدمر والفتنه منذ تلك اللحظه قامت والمعتدي المعتدي على الشعب اليمني هو من كان بهذه الجريمه جمعه الكرامه وعدو الشعب اليمني هو من قام بهذه الجريمة جمعة الكرامة هم مصرون بمنتهى الخطاب العاطفي التافه أن يؤكدوا بأنه لا زال هو علي عبد الله صالح وعلي عبد الله صالح هو السفاح والسفاح بينما الوعي والعقل وهذه شهادتي لكم عبر التاريخ بأنها هم من قتلوا الناس الأخوان المسلمين والتنظيم الدولي الذي رعى الربيع الأسود وسندفع الثمن إذا ظلينا عقولنا تغتصب كل يوم إعلاميا تحت الخطاب الأخواني مستخف بعقولنا وبمصيرنا نحن ندفع الثمن غاليا في هذه المرحلة دفعناها من لقمة عيشنا واقعنا بعد ثمان سنوات من هذه الجريمة مرير جدا على الأسوأ هذه المؤامرات لا تأتي يعني غدا ستتقسم البلد يعني إذا إذا استمرنا نستمع إلى الخطاب الكهنوتي الرديء للإخوان المسلمين والخطاب السلالي الكهني ايضا للحوثيين نحن نمزق انفسنا بايدينا نحن نصدق مهما كانت اخطائنا مهما كانت اخطاء التيارات الوطنيه بكافه صورها فهي لا, تعطي الحق في ان ان تنصاع الى المنافقين الى الى تجار الدين انصاع الى الطاغيه ولا انصاع ولا تنصاع الى تاجر الدين لانه هذه الحياه لانك عندما تنصاع الى تاجر الدين فانت تمس العباده اما اذا انصعت ما لطاغيه فانت فعلا تخطئ بحق نفسك. اولادنا غدا لن يجدوا مستقبل، نحن ندمر حياه، ندمر جيل، ندمر حضاره، ندمر مشروع كان اسمه الجمهوريه اليمنيه. لن يخلو احد منكم من دفع الثمن ولن يفيد الشاب المخدوع مغاوته لنفسه بانه كان بثوره وبانه من قتل جماعه الكرامه ليس العيب ان تكون مخدوع ليس العيب ان تكون مخدوع الشجاعه هي ان تقف مع نفسك على الحقيقه. ليست أن تصر بأنك ثائر وأنت لست أكثر من مخدوع في مرحلة معينة. ثلاث حلقات ناقشنا فيها جمعة الكرامة والذي نفذها رعاها ونفذها من انتهكوا كرامة اليمنيين واغتصبوا عقولهم وخدعوهم ووصفوهم ووصفوا أنفسهم بأنهم حماة ثورة بينما هم في الواقع هم بناة فتنة وصناع فتنة وعملاء للخارج وعملاء للعدو. ثلاث حلقات للتأمل وأريد أن أوضح شيء كان هناك الكثير من القنص في عملية القنص نفسها هناك رصد كثير من القنص من الجانب اليوتيوب كان مليء بالمشاهد هذه يعني أنا خلال إعدادي الحلقة هذه أبحث عن فيديوهات هناك من نظف اليوتيوب من أشياء معينة في هناك فيديوهات فعلا اختفت ولكن أنا أؤكد بأنه هناك فيديوهات سنحصل عليها من بعض الزملاء وسنؤكد لكم للتصوير واضح للقنص من الجانب ومن الأرض غير الرابطة كما ذكرناها في الحلقة الماضية رابطة الـ الأبناء الـ الأيتام وحافظة القرآن وما إلى ذلك. ثلاث حق.. ثلاث حلقات ناقشنا فيها جمعة الكرامة. لكم والعقولكم وفي عهدتكم وفي ذمتكم اليمن ينزف والمستقبل قادم ومواقفنا وعزيمتنا وعزائمنا هي المحك ولا شيء أقوى من الشعب ومن إرادته انتهى وقتي في هذه الحلقة. الرحمه والخلود للزعيم علي عبد الله صالح تحيه الجمهوريه اليمنيه والى حلقه وموضوع جديد بإذن الله تعالى <applause>